عايز رسائل سريعه. رساله سريعه، انا رسالتي الواضحه وصريحه للجنه الانديه واتحاد الكوره، انا سبق من شهرين ونص وجهت الرسائل كثيره في كل برنامج بطلع بيه واقول لكم خلوا بالكم الزمالك مش هيسكت، ترتيب المؤجلات هتبقى فيه مشكله وقد حدث. انا بقول لكم دلوقتي مفاجاه من خلال برنامج حضرتك، مفاجاتين، لو استمر هذا الوضع على هذا المنوال وخصوصا بيان نادي الزمالك مدي زي ما قال الكابتن تامر عبد الحميد مدي مساحة من الوضع انه الوضع يتغير، في كتلتين انتم مش حاسين بيهم، النائب ربما النائب حسام المندوه ربما في ملف يتحرك به من داخل البرلمان من خلال طلبات إحاطة، ده رقم واحد. يعمل رقم ايه اتنين. ملف ايه ملف يعمل ايه؟ ملف التحكيم رقم تحكيم. واحد يفتحه في البرلمان؟ ربما. الملف الثاني معلومه بقى ربما خليها معلومه ماسكه الاستاذ عمرو ادهم. أيوة. الملف الثاني المحكمه الرياضيه، بلاش عند وبلاش مكابره ونبدا في اصلاح المنظومه بغض النظر عن تعمل ايه المحكمه الرياضيه؟ المحكمه الرياضيه تعمل فيها ايه؟ ممكن انت المحكمه الرياضيه توقف لك اصلا البطوله نفسها. زي الشيبي راح اشتكى بعد اربع ايام اتلغى القرار، وانت عندك بطوله افريقيا وكاس عالم وتصفيات وكل. بقول اهو انا بقول لازم نلم، انا بقول لازم نبدا نصلح في مصلحه عليا اهم من المصلحه العليا. أيوة. الاهم ان احنا نبدا نكون دي بغض النظر عن المباراه، خلاص المباراه خلاص المباراه والاهلي خد الثلاثه بونت والكلام ده، نقعد عشان نبدا من جديد نصلح ما يمكن اصلاحه داخل المنظومه، لان العند والمكابره هتؤدي الى مشاكل داخل المنظومه الرياضيه وليس الاهلي والزمالك. وده برضه معلش انا اسف